من جديد وليس أيضاً بجديد، تثبت الدولة إنسانيتها بامتياز في رفع راية أبنائها وتوثيق كفاءتهم وتعزيز إمكانياتهم وإعلاء ثقتهم بأنفسهم، حيث أتى قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق سياسة وطنية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم، ليؤكد ريادة إمارات الخير في الاهتمام بالإنسان والسعي المستمر غير المنقطع لإثبات أحقيته في التكريم المعنوي وأيضاً المادي وتمكينه وتمييزه في الجوانب الحياتية المختلفة، وإن كان من ضمنها الارتقاء بمسماه ووصفه بما هو أهل له، حيث اهتمت قيادة الدولة بتأسيس مجلس استشاري لأصحاب الهمم يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية. تعد هذه خطوة عملية ضمن إطار الجهود التي تبذل على مستوى جميع مؤسسات الدولة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لتلك الفئات، كما أنه يفتح المجال أمام أفراد المجتمع لطرح الرؤى والأفكار المختلفة لخدمة تلك الفئات والعمل على دمجهم كأفراد فاعلين في مسيرة البناء والتنمية بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية بمسمى مسؤول خدمات أصحاب الهمم، يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لتلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً. خطوة حكيمة وقرار يعلي من همم أصحاب الهمم ويدفعهم للمزيد من البذل والعطاء واعتلاء المكانة المستحقة لهم، فهم ليسوا بأقل عن غيرهم كفاءة وأداء وقدرة على إثبات الذات والتفرد في كل ما يقومون به.